يعمل معمل الأبنية مسبقة الصنع بفرع دمشق للشركة العامة للبناء والتعمير على إنجاز 29 بناء سكنيا مسبق الصنع على الهيكل وفق نموذج بي بتوسع عدرا العمالية في ريف دمشق. معمل مسبق الصنع هو بلش بال 1976، بال 77 بدا الانتاج الفعلي للمعمل، ال 2015 حتى دخلوا الارهابيين لهم دمروا المعمل بالكامل. بعد ما الجيش العربي السوري حرر الموقع رجعنا عملنا اعاده تاهيل كامل للمعمل، تقريبا رجع مثل ما كان، محدود 600 متر مربع مساحه المعمل، بتالف من قوالب الصب هون، وفي عنا مجبلين له، في عنا روافع برجية، مؤلف من آلات ومكنات إنتاجية له عدة خطوط إنتاج. هون بنساوي جدران مسبقة الصنع، بنساوي بناء أبني كامل مسبقة الصنع، بالإضافة إلى غرف مسبقة الصنع بكافة القياسات مع حواجز طرقية وأطاريف للطرق كمان. حالياً نحن بصدد الإقلاع بمشروع العقد 31 المبرم مع المؤسسة العامة للإسكان ببناء 29 بناء سكني مسبق الصنع على الهيكل نموذج دي بتوسع عدرا العمالية، بالإضافة إلى سكن إيواء المهجرين بعدرا العمالية، أي أخذين عليها خطط إسعافية لأن احنا بصدد استكمالها لعام 2021. القيمة العقدية لمشروع سكن إيواء المهجرين بحدود 1,800,000,000، رصدون لها وزارة الإدارة المحلية كخطة إسعافية لتنفيذها. عم ننتج جدران مسبق الصنع لمشروع عدرا العمالية. نحن هون عنا طريقتين لصب البيتون، عنا طريقة صب أفقي مثل ما شايفين على الطاولات، عنا طريقة صب جدران شافولية على البطاريات هنيك، نصبهم لمدة 3 أيام، نطالعهم للمثاني اللي برا تخزين مؤقت، وبعد أسبوع نرحلهم للأماكن تركيب لإتمام العمل للأبنية. يعني وسطيا هي كل جدار له كمية، وسطيا كل جدار متر وربع بياخذ باطون. البرج يعني تقريبا كميته 152 متر مربع كل مبنى ياكل 150. نحن بإمكاننا نصبه يعني بيومين إذا كان الأمور كلها جاهزة، نستنى عليه أسبوع للتركيب، ياكل نيكو تركيبه حوالي 20 يوم.